أقامت مؤسسة بصمة للتنمية والحقوق بلحج مناظرات علنية بين عدد من الكوادر التي تم تدريبها في دورة المناظرة التي أقامتها المؤسسة، وتعد هذه المناظرة الأولى في محافظة لحج، وتهدف إلى تنمية مهارات الشباب في المناظرة وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم. واستهدفت الدورة عدداً من الشباب الجامعيين وطلاب الثانوية العامة ونشطاء منظمات المجتمع المدني في محافظة لحج، وركزت المناظرات على إشراك الشباب في عملية صنع القرار ودور المنظمات المحلية والدولية في الجانب الإغاثي والإنساني في اليمن. نحن اليوم في محافظة لحج مدشين أولى المناظرات العلنية على مستوى المحافظة التي تبنتها مؤسسة بصمة للتنمية والحقوق، المؤسسة التي تعني بدرجة أساسية في الشغل على الشباب في الجانب السياسي والتنموي. الهدف من البرنامج هو تنمية مهارات الشباب في مهارات المناظرة وإبراز قدراتهم، بحيث نثبت أننا كشباب في محافظة لحج قادرين على خوض التجربة في أي موضوع ممكن أن ينسب لنا في المحافظة. المشروع بدرجة أساسية كان مستهدف لعدد من الشباب الجامعيين وطلاب الثانوية العامة، بالإضافة لنشطاء من منظمات المجتمع المدني. تم تدريبهم لمدة أسبوع على ضوء، تم اختيار مناظرتين، المناظرة الأولى بعنوان إشراك الشباب في عملية صنع القرار، والمناظرة الثانية دور المنظمات المحلية والدولية في الجانب الإغاثي والإنساني، بحيث سيقوم الفريق بالمناظرة عليها، وأتمنى أن تكون لهم تجربة فريدة في إطار المحافظة ونراهم في يوم من الأيام متناظرين على المستوى البعيد.